من الناس كمان اللي اشتهروا بشعرهم الجميل والطويل، شيريهان اللي كمان شفناها بالويفي بس الكلاسيك بأكثر من فوتو سيشن. ودلوقتي الجمهور خلاص عايز يشوفها على الشاشات بعد غياب 14 سنة. بس قبل ما نعرف تفاصيل العمل خلينا نفتكر إزاي قضت الفترة اللي بعدت فيها عن التمثيل. بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان سنة 2002 شيريهان سافرت فرنسا عشان تتعالج، عملت أكتر من عملية بعدتها نهائياً عن الساحة الفنية، وظهرت بعدها سنة 2011 في ميدان التحرير في ثورة يناير. والظهور النادر ده ليها حمس جمهورها اللي تداول بشكل كبير صور وفيديوهات مشاركتها في المظاهرات، والأحداث دي رجعتها كمان للمقابلات الإعلامية فشفناها في لقاء حصري مع قناة العربية. أنا نزلت ميدان التحرير من يوم 28 يناير 2011، ما خرجتش منه، بس نزلت مش فقط بشريهان الفنانة أو شريهان الليسانس حقوق، أنا نزلت المواطنة شريهان. وبعد المرحلة دي بقت نشيطة جدا على السوشيال ميديا فشاركت مع جمهورها ذكرياتها ونشرت صور مع فنانين اتعاملت معاهم، وكانت من أول الناس المتفاعلين مع الأحداث الفنية، وأهمها هي رحيل نجوم كبار زي صباح، فاتن حمامة ونور الشريف. أما المفاجأة الكبيرة فكانت في فوتو سيشن جديد اللي صوره بقت كلام الصحافة والناس في العالم العربي، كل اتكلم عن جمالها وأناقتها والتعليقات كانت إيجابية جدا وطلبوها كمان إنها ترجع للفن. أخبار ونشاطات شيريهان ما وقفتش ورجعت شغلت الناس بالفيديو اللي بترقص فيه في فرح ابن جوزها علاء الخواجة على غنى عمرو دياب. وطبعا العيلة كان ليها مكان كبير في حياة شيريهان وكانت دايما بتنشر اللحظات اللي بتجمعها مع عيلتها وخصوصا مع بنتها، ودايما بتفتكر أخوها الراحل عمر خورشيد. أكيد عودة شيريهان للساحة الفنية كانت أحلى مفاجأة لحد الآن طبعا. وبصراحة أنا سعيدة جدا إنها رح ترجع، وأنا مبسوط جدا عايز أقول، ومش بس الجمهور تفاعل مع الخبر يا باسل، حتى نجوم كتار رحبوا بعودتها منهم منى زكي، إلهام شاهين ونادين نسيب الجين. وكمان المخرج عمرو سلامة عبر عن فرحته بطريقة ملفتة جدا فنشر على إنستغرام صورة من بيته وبين فيها إنه علق صورة شيريهان على الحيطة وقال أنا للدرجة دي مهووس بيها. بعد قليل